اسمي عايشة محمد المدحاني، التصوير شغفي من الصغر، بدأت كهاوية للتصوير. بدايتي كانت في التصوير باستخدام الآيفون، إلين ما وصلتني كاميرا احترافية. لأني أحب التفاصيل اتجهت لتصوير البوتريه، لأن هذه النوعية من التصوير تطلع تفاصيل الأشياء. تحديداً كنت أصور الأماكن العامة. بدأت أتعلم وأحترف وأخذ لقطات وزوايا حلوة وأبدأ في الألوان وإضاءة الصور. هالشي خليني أكمل وأبدع أكثر، وإن شاء الله أوصل للاحتراف في مجال التصوير. وأنت أيضاً لا تتردد، وكن مع فريق وزارة التربية والتعليم في مشاركتها بالمهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر